الكرة والتحليل نظيف زروق اني ما ترى ما تحسه ضيف الكابتن حسني سبري سبورتيف اش يتكلم بالعريف وديما يزمرها سمير الكاتش يحكي في الواقع لما يشطش يشكر ماتش فيري ماتش ويذم الماتش يضيوفها بكاتش والدخلة بالبنادر بوسي الدفاتر العليمي الماتر يشوط في السيماتر في الميركاتو هكا تكتيكو حبكة لعبنين وفكة كرة في الشبكة نادر داود في البطولة والكوب مازال يعاود ويجيب سكوب استاتيستيك مع ما فيولا سميت الناس الكل حط الرفرانس كول أخبار الرياضة خوضة وخماضة هوني في الأستوديو إيكيب محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو أخبار الرياضة خوضة وخماضة هوني في الأستوديو علي علي FM سبور بلس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة. 7:07 دقائق على FM أهلا راديو مساء الخير مرحبا بكم وعسلامتكم في عدد جديد من سبور بلس الأربعاء 24 فيفري 2021. كما سنسوا عودة يومية لأهم وآخر الأخبار والمستجدات في آخر 24 ساعة. تحية لكل المتابعين والمستمعين في الكونسلتين داخل تونس خارج تونس خاصة FM TV على اليوتيوب 24 ساعة على 24 FM سبور تتفرجوا فينا أون لايف ستريمينج على الفيسبوك. برشا مستجدات نتناولوهم مع بعضنا والرحلة باش تبدأ توت سويت في FM سبور بلس. اليوم نحكي الاتحاد المصري لكرة القدم يتراجع عن اعتماد قانون لاعبي شمال افريقيا، فهل يتضرر الملاعبيه التوانسه من الدوري الموجودين في الدوري المصري من خلال هذا القرار؟ انتخابات النادي الرياضي الصفاقسي تقام في موعدها المحدد بعد غدوه نهار الجمعه 26 فيفري بعد برشا اخذ ورد، والمنصف خماخم ينافس قائمه الجمهور بقياده جوهر الحلواني. بعد شويه باش نسمع تصريح لسيد شفيق قدوره رئيس لجنه الانتخابات للنادي الرياضي الصفاقسي، و بالطبيعة باش يكون عنا عودة على مباراة الترجي الرياضي التونسي البارح ومدية الجزائر. الترجي يحافظ على صدارة المجموعة وشنو علق معين الشعباني مدرب الترجي في الندوة الصحفية لما بعد المباراة. هذا وغيره من الأخبار والمستجدات. تحية كبيرة للكيب دو برود بشرة سعيد في الأعداد والعمل الصحفي، عزتويتي في الإخراج السيتويب أحمد شورة وبسمة الغريبي، وليفم تي في ويام رابح وإيمان الجدي، وأنا أيمن زروق باش رفقكم كما قلنا دونك من توا حتى الثمانية متاع الليل. يرافقني كذلك ثلاثي يقوده كابتن خالد حسني، يعود من جديد. مساء الخير، مرحبا كابتن. مساء الخير للجميع والمستمعات والمستمعين، وإن شاء الله كالعادة نكونوا في المستوى. في فورما كابتن؟ والله إن شاء الله. كان خليك الكوفيد. والله با الكوفيد كل مرة توا أخبار في الأخبار هنا. فهمتش أنا معناه برد وسخون يعملوا علينا. قالك ف 25% من ال من القطيع اونتر بارانتيز تسمى القطيع يعني فهمتني ولا اللي معناها مستير كيفاش يقولوا ليمينيتي ما نعرف شنو دي حاسيل واسمع ما تفهم منه حتى شيء. هانا تبع الوقاية الجماعية ولا شو الميتي مش بتفهم شيء. هانا تبع من السلالة التونسية صعيبة الجزائر تسكر الحدود خاطر خايفين من السلالة ذي، واحنا السلاله خايفه منا مش احنا خايفين من السلاله. والله السلاله نتاع كورونا تخاف من التوانسه مش العكس. وكما قال لك زكريا بوغرا قال لك السلاله التونسيه اقوى من السلاله البريطانيه والجنوب افريقيه. اوه على خويا تحيه لي وعيد ميلاد سعيد لي بوغرا. كذلك رافقنا نادر داود، مساء الخير مرحبا نادر. لا تحيه لي ولا عيد ميلاد سعيد. علاش؟ بلاد كامله دخلها في حيط. يرعبك بوغرا يرعبك. انا خويا اختانا خلينا ما جيناش لي افهم ما تدوش بينا في افهم عايش خويا. الدنيا لاباس ما عندناش كورونا وربي نبق عليها الستر. جاي عند خميسي
لاش اسمه لاش اسمه هو لا تلقيح ولاد شنو هو ولاباس والله لاباس ثم ناس بعيد البلاد هذيا ردوا بالنا ربي يشوفنا بعين الرحمه وربي معانا تحيه للناس الكل والمستمعين الكل عاد راك مربي عايش خويا تعطي رساله لا تعطي رساله في حق ما يردوا بالها انا نقول زاد اخويا ناخذوا حظنا وردوا بالنا على هذاك باس هذاك سيء مو خاطر تاثر الحكايه تعودنا بالكمامه وبالجيل والتباعد ما عادش فيهم نقاش شكون تعود عمرك ما ريتك بالجيل انت ولا جامي هاو كابتن هاو لا تو انا شفت والله ندور بها والله شفت انا تو مغاد هاو كابتن ها نمشي هذيك فشفش هذيك معقم مش جيل هذاك يعيش مثلك الشيء من هنا مرحبا فيك نادر دي صادق فلك عليك كذلك رفقنا حسام الحاج علي مساء الخير مرحبا مساء الخير ايمن زروق مش زروق برك ايمن زروق يعطيك الصحة يا خويا مرحبا بيك شنو احوالك في فورما والله الحمد لله مرحبا بالكابتن نادر فراس سمير وسيم كل جماعه ريجي ورا الكاميرات ورا الدنيا الكل اللي حضرونا في الجو هذا الكل يا خويا تعبك راحه في تورس وخرج لا بالعكس لازمنا ديما تعرف اللي ما يراهمش العباد ما يسمعوهمش يتصوروا احنا نعملوا في كل شيء وحدنا وهو احنا نعملوا في الجزء البسيط اهم شيء يعملوا فيه هم هذاك انت وحدك مرحبا بك حسام الحاج علي مرحبا نادر داود مرحبا كابتن خالد حسني بعد شوي ان شاء الله باش نبداو في الحصه نتاعنا دونك كما قلنا باش نحكيو على انتخابات السي اس اس باش نرجعوا على مباراه الترجي وكذلك باش نحكيو على قرار الاتحاد المصري لكره القدم هذا الكل بعد لانفو ترافيك وسيم في اخر اخبار الطرقات وباش نرجع ان شاء الله ونبداو الحصه نتاعنا في سبور بلس الجمعه من 7 ل 8 نتاع الليل اي اف ام سبور بلس ايمن زروق رجعنا لكم جديد في سبورت بلس مازلنا مواصلين حتى الثمانية متاع الليل بعد شوي باش نحكيو على مباراة الترجي وانتخابات نادي راضي الصفاقسي لكن البداية ببلاغ يصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بلاغ هذايا يهمنا بشكل مباشر وباش نحكيو عليه ونكتشفوه توت سويت لانفو دو جور باش ناخذ التعليق نتاعكم من خلال ليزيموجي الاتحاد المصري لكرة القدم يتراجع عن اعتماد قانون لاعبي شمال افريقيا من خلال بلاغ رسمي يصدره الاتحاد المصري انطلاقا من الموسم المقبل سيتم اعتماد 5 اجانب في كل فريق من الدرجة الاولى المصرية مهما كانت الجنسية سواء لاعب من جنسية افريقية من جنسية مغاربية تونسي اوروبي بو امبور شنو الجنسية نتاعو فلن يقع احتسابه ما عادش فما كالفافور باش انه يكون يقع اعتماده كلاعب محلي. تعليقهم على الخبر هذايا جيم لي حسام الحاج علي وجادور لي نادر داود وجيم لي كابتن خالد حسني. خلينا نبدا بكابتن خالد حسني. جيم كيفاش اعطينا تعليقك على الخبر هذايا كابتن خالد حسني؟ والله شو معناها انت الاتحاد المصري فكر في مصلحه الكره المصريه. فكر في مصلحه الشبان الشبان. المنتخب الفرق سامحني الفرق المصريه الى بروتيجي دو فوتبول ايجيبسيا اكثر ولا اقل هذه معناها عمليه تاع كيفاش نقولوا حمايه الكره المصريه الأكثر على الأقل هو يفكر يمكن في 10 سنوات وكذا خاطر يكون فما شباب يلقى روحه معناه إذا أنت مش تكثر وتولي معناه تخمة وتولي معناه الفرق تلقى فيها كان 3 ولا 4 معناها من الجنسية المحلية والأخرين كل أجانب احنا ما ربحنا حتى يكون هنا مصر قاعده تفكر اللي شافت اللي معناها هذا القانون هذا معناها مش رجع لها بالمضره اكثر منها بالمنفعه نقول برافو للاتحاد المصري اللي فكر لحمايه الكره المصريه. باهي هذا راي كابتن خالد حسني كذلك جيم لحسام الحاج علي انطرتون خنذكر بالقانون المقترح نتاع القانون هذا اللي تقدمت به الجامعه التونسيه لكره القدم لاتحادات شمال افريقيا من تقريبا عامين ونص من توا تم رفضه تماما في المغرب من الاول بالكل في الجزائر صار تظلم كبير معناها وصارت حتى شكوى للفيفا تقدم بها الاتحاد الجزائري لكره القدم ضد الجامعه نتاعنا اعتبرت نفسها الكره الجزائريه والبطوله الجزائريه تضررت من هجره الملاعب الجزائريين الى البطوله التونسيه وفي مصر تم اعتماده جزئيا كانوا يعتمدوا من الاول صار الرفض ثم تم اعتماده بشكل جزئي تم اعتماد لاعب فقط من كل فريق كلاعب محلي بالطبيعه نحكي على ملاعبيه شمال افريقيا وحتى في تونس مؤخرا وانطلاقا من الموسم الجديد 2020-2021 صار التنقيح فوالا هذايا التذكير وحبينا نحطوا الناس الكل في الاطار حسام الحاج علي شوف يلزمنا ساعة نقنعوا الناس ونفهموا الناس علاش مثلا معاه ولا ضد ولا عجبنا الخبر ولا ما عجبناش
وقت اللي انت يصير قانون كيما هذا كل اتحاد ولا كل بلاد في شنو تخم؟ في مصلحتها، مصلحه بلادها ومصلحه كورتها ومصلحه منتخبها ومصلحه فرقها هكا ولا اليوم نبداو بالمنتخب المصري ولا بالاتحاد المصري؟ الاتحاد المصري اللي خذاه هو القرار، صارت التجربه ولا شافها قيم شو يقول لك؟ لاعبين التوانسة خاصة والجزائريين قاعدين يجيو للدوري المصري هكا ولا ولاو 15 و16 و17 ولات وقت اللي يجيو اللاعبين هذوما ياخذوا بلاصة شكون؟ اللاعب المحلي، اللاعب المحلي. وقت اللي القانون يكون ما نبعث لك 16 وتبعث لي 16 حتى انا عندي 15 16 لاعب من مصر يمشيو ويلقاو فرص نتاعهم يلعبوا، وقت اللي انا نلقى روحي حتى لاعب من الدوري المصري ولا ماما المصري اللي التوانسة والجزائرية والمغاربة ولا اللي هما خذاو بلايصهم وقعدوا برا وما يمشيوش للبلدان الاخرين، شكون الخاسر؟ اللاعب المصري. يقول لك علاش انا تونس مثلا او لاعبين التوانسه اللي هما خاطر برشا يستفادوا ويجيوا ويلعبوا في الفرق وياخذوا امكانيات كبيره وانا اللاعب المصري ما ياخذوهوش، دونك نوقف التجربه اذا ما يكونش فيها التبادل هما يستفادوا. الجزائر عملت تشكي ولا علاش؟ تقول لك احنا مثلا الفرق نتاعنا ما يدفعوش مثلا رواتب كبار كيما تونس، اللاعب الجزائري ولا شو ولا يعمل؟ يمشي البطوله يمشي تونس خاطر الدوري نتاعه والشامبيون نتاعه شو تصير لها؟ تطيح تضعف. وانا ما نقدرش ناخذ لاعب تونس ما نجمش نخلصوا برشا، دونك انا خاسر الدوري نتاعي خاسر في النزله هكا ولا؟ احنا توا نمشيو للشامبيون نتاع تونس، شنو استفدنا؟ حتى شيء. الفرق ولات ثم سته وسبعه وثمانيه وتسعه من لاعبين من شمال افريقيا يلعبوا في الفرق نتاعنا، لاعبين نتاعنا تو كانوا يمشوا لمصر وما نقول هكا جوريت تمشي ولا تجي تو ما عادش باش يمشيوا هكا ولا باش يولي باش تنحى التجربه باش ينقصوا. خويا انا شنو استفدت؟ مو يلزمني نقيم انا ولا الفرق ممكن مستفيده خاطر نحب انا خويا نجيب برشا جوريت ونلعب كوب دافريك وكذا، اما ككوره وكمنتخب وكلاعبين توانسه شنو استفدنا؟ يلزم كيما الجزائر ولا مصر قيمت ما هي عملنا تجربه ولا نقيموا شنو الايجابيات اللي ربحناهم كي باش نلقاو. انت تعتبر انه الجامعه التونسيه لكره القدم لازمها تعمل تقييم اخر على التقييم اللي عملته عمليه خاطر عمليه وصار تقييم وصار التنقيح وانه نعرفوه خسر بعد هذه القرار نتاع مصر معناها اللاعبين التوانسه ما عادش يمشيوا. وانا كي نجي مثلا الافريقي والترجي والجمعيات نتاعنا كي نجي مثلا خمسه سته من شمال افريقيا وجوريتي ما عادش عندهم فرصه باش يمشوا يلعبوا لبرا شو باش يعملوا؟ يبطلوا كوره يقعدوا في الشارع؟ مبه نادر ان الحقيقه اتصلت بعض الاصدقاء من مصر معناتها زملائنا الصحفيين من الصحافه المصريه اكدوا لي كذلك انه فما قلق صار معناتها في خصوص معناتها الملاعبيه المصريين بيدهم غاديك في الشامبيونات في خصوص عدد الملاعبيه التوانسه اللي قاعدين يرتفعوا ونحكي بطبيعه فوق تقريبا 20 ملاعبي. شنو يقول لك هوني لاعب المصري؟ يقول لك اللاعب التونسي اللي قاعد جاي من تونس ما يفوتناش بشكل كبير ياسر على المستوى الفني وكانوا سبب باش الاجور قاعدة ماشية وتطيح في مصر بالنسبة للملاعبية المصاروا بيدهم، دونك هما بيدهم الملاعبية ولاو متشكين لملاعبية مصر. هنايا مانيش نحكيو رانا على الملاعبية مثلا للفرجيني ساسي ولا معلول ولا فخرتي بن يوسف ولا الجزيري ولا هذوكم قام أخرى مش نحكيو عليهم، فهمت؟ دونك نحكيو هنايا على تخمة وعلى الهجرة الجماعية، دونك هنايا وليت تقلق نوعا ما اللاعب المصري. نادر داود أنت حديت جادور ساعة أقوى من جيم معنا. هو اللي حكيته أنت اللي حسوا به اللاعبيه المصري وتدني مستوى الاجور هذاك اللي كان مقصود به من اخذ هذا القرار في نوفمبر او ديسمبر وقتها في مكتب 2018 هو انه كسروا خشم الملاعب التونسي بلغه الكره اللي حسوا انه يتقاضى اجر كثير حاليا اللعب وش يبين لك احنا ناخذوا قرارات عشوائيه ناخذوها مزاجيه. اول حاجه القرار تاخذ خدمه لمصالح بعض الانديه على المستوى الافريقي خلينا نكونوا واضحين ونسميوا الاشياء باسمائها. هذا القرار ما اتخذش للمتلوي وتطاوين وجرجيس والشابه وغيرها. القرار اتخذه لبعض الانديه الكبرى باش نحلوا لها اللعب ونقويوها على المستوى الافريقي كما صار مازيمبي صار عنده 8-9 لاعبين كلهم من جنسيات اخرى باش هذه الفكره نهزوا الشامبيونز ليج. ايش استفادت الامه كما قال السيد؟ ولات مثلا فريق الترجي عنده 11-12 اجنبي وقادر انك تلقى تشكيله كامله باستثناء بن شريفيه السنه الفاضله الكل اجانب وتحل الديباء وهو تحل الديباء مغاربي كيما تحب تلعب انت معناتها تنجم تلعب 7-8 عمليه ولا قبل ما يتنفح عمليه ولا قبل ما يتنفح في الكوب دافريك طبعا في الكوب دافريك ما عندكش حسابات في الكوب دافريك تنجم تضبط فريق كامل. مشينا احنا ديما قراراتنا
ما هيش لمصالح فنية اللي قالك عليها الكابتن تاو. قالك ناس خمت في مستقبل ومصلحة الكرة المصرية. احنا نخموا في مصلحة النوادي الرؤساء الانتخابات الجاية. هذا هو. ما تحكيش حاجة غير الأندية ذي استفادت لحد الآن توا. فما أندية استفادت ما تراجي ونجم وصفاقس والنادي الفريق. فما أندية استفادت وبدرجات. ثم اللي غلطت في الكاستينج. وثم الأندية الأخرى نتاع الصف الثاني نتاع الترتيب اللي وليت تجيب الملاعبيه الليبيه اللي عندهم سنتين ثلاثه ما عندهمش نشاط يجيك باي سعد. هو عايش في ليبيا وهارب من ليبيا وعايش في تونس بطبيعته. تقول له اجا كول انت خذ من عاش سنه ثلاثه اربعه ملايين يقول لك ما يسالش واحد مع على علاقات مع ليبيا واحد. احنا لو كان خذينا القرار مثلا شمال افريقيا نقولوا لاعب ثني مع ثلاثه الاجانب منذ البدايه حليت اللعب جملة. صحيح في مصر تو خافوا على الشيء هذا. شايف أن المستوى نتاع الملاعبيه لانه فرجاني وعلي معلول ما 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 مستوى قام اخرى قام اخرى البقيه اذا كان نسميهم الملاعبيه فما شكون في انديه تونسيه ما يلعبش. عند القائمه فوق ال 20 لاعب. لا والكلهم في انديه تلعب على تفادي نزول يعني معناتها عباره الملاعبيه الليبيه ولا الجزائريين اللي مش معروفين يجيو الانديه تلعب تفادي نزول في بطولتنا. هذا نفس الشيء قاعد صاير على بطوله مصر. في مصر يقول لك انا هاني شفت يقول لك انا ولا اللاعب المحترف وليت العدد برشا والملاعبيه المصريين اللي طالعين زاد كذلك الشبان يفكروا فيهم. احنا هكا فكرنا فيهم ووقفنا بطوله الشبان. خليني نزيد اقول لك حاجه في بالك بخلاف الترجي والاتوال والكلوب شويه وصفاقس في بالك درجه اولى اغلب الانديه ما عادش عندها اصناف شبان. باي باي قالوا لهم في الامان انتهى الموسم. ما ثماش اصناف شبان. ثم شكون خلى الكادي شويه ما ثماش. تصور انت ملاعبي 16 17 18 يعمل لك عام بلون عام يعدي لك في القهاوي كيفاش في السهريات في الدنيا الكل. هذا تو الواقع نتاعنا. راني نقول لك وثم انديه قاعدين يلعبوا بين بعضهم تو نجيو هالموضوع الجمعه قبل اسبوعين الترجي يعني مثلا الترجي الكادي والمنيم يمشيوا يلعبوا في سبعه الاتوال والاتوال مثلا جينيور وكذا هاكا للريتم باش يقعدوا هكاك يعني ما لقاوش مشاكل يعني انت الغيت بطوله الشبان على خاطر الكورونا وفي الاخر هاكا بعض الانديه تلعب بينات بعضها تحت حس مس بوجود الكورونا في الاخر ايش استفدنا يعني تتذكر سي زويتا وقتها قال احنا ما حبيناش قلنا له اعمل بطوله جهويه قال ليه والتنقلات بين المدن انت ما باش معتين ليسبيرونس كانت في سوسه تلعب وسوسه دراوين تهم يتنقلوا شوف شكلوا التران ويجيو من حبوا ياخذوا قرار يجيو من قبز لا كورونا لا سيدي زكري. القرارات في تونس تتاخذ من اجل عيون كاترين. شكون كاترين؟ شوف حكايه المنتخب ما تاثرش على المنتخب خاطر المنتخب الكل من برا انت حتى مصر كيف كيف وليت كذا. انا مش بتشحال المنتخب لا بابا نحكي لك انا ما قلتش المنتخب اللاعب التونسي اللاعب التونسي بشكل عام اللاعب التونسي في نفس التمشي هو لا بريدكسيون دي فوتبول تونيزيان تاع 10 سنين 8 سنين اخرين تبقى سي با سيت فاسون هذه راهو هذه جزء ضئيل ولكن يلزمنا نفكروا على كورتنا في تفكير كبير وميادين ومانيش عارف ولكن الاقتراح هذا وانهي ما ضرش اللاعبين برك ضر شكون؟ وكلاء اللاعبين لي ماناجير السمسارة صحيح اتونسيون معناها شو ريت في الدومينو الدنيا الكل دونك معناها ان شاء الله احنا ولكن لا لاعبين زاد عندهم ضغط كبير ياسر راهو معناتها يتحركوا في لي ماناجير بصفه عامه معناتها يعملوا ضغط اذا كان تبدا ثم قرار مش في مصلحتهم ولا كذا معناتها ثم 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 بشكل عام في العالم في العالم الكل الاتحاد المصري يز يا عيش او كان الانجليز توا زاد هكا عملوا اقتراح معاش يفرطوا في الملاعبيه 18 سنه يخرج خاطر شافوا كيما دورتموند فيها زوز كذا كذا قال لك يا خويا احنا كيفاش دونك نذكروا مره اخرى حاجه ثم تراجع على على قرار الحارس كذلك خلوه في حارس اجنبي وتو الغاوه خلوه الا اللاعب الفلسطيني لاعب واحد في نادي يعامل كلاعب مصري وهذه حتى احنا فكرنا فيها وتقريبا ماشيين فيها وهذه تقريبا الناس الكل موافقينها نظرا للظروف نتاع اللاعب الفلسطيني. هو انت حر عاد جيبوا له دونك هذوما اهم الديسيزيون القرارات اللي خذوها الاتحاد المصري لكرة القدم تهمنا نحن بشكل مباشر وها وكل واحد وشنية الراي نتاعو لو انه تقريبا الناس الكل متشاركين في نفس الراي وفي نفس التوجه. الاخبار الثانية باش نحكيو عليه بشكل سريع باش نعديو ديكلاراسيون محب
الترجي الرياضي التونسي مقيم بالكندا اسمه احمد الجبيري مستمع وفي هو الاي اف ام اتصل بنا واصر ان نعديو الميساج نتاعو واللقطه اللي قام بها كابتن خالد حسني. احمد هذايا هو محب للترجي الرياضي التونسي. يا نادر شارك في اللطخه نتاع النادي الافريقي وهو والسبب هو وجود حاله صارت من التوتر في العائله وفي الدار وثم نوع من الموجات الايجابيه اللي حسب كلامه هو باعتبار انه برشا من افراد عائلته من حباء النادي الافريقي وبالبريسيون والاخبار السلبيه في النادي الافريقي خلق جو سافابا في الدار فقرر انه يقوم بلطخه باش يعاون بها النادي الافريقي. نسمو احمد الجبيري هذا الميساج اللي حاب يعدي. بونجور سبور بلوس شنحواركم تحيه للناس الكل سي زروق الكابتن خالد حسني نادر داود سمير السليمي حسام الحاج علي الناس الكل تحياتي احمد من كندا. جست حبيت نقول اللي انا ساهمت يعني في اللطخه وكهو انا صحيح يعني نحب الترجي الرياضي التونسي لكن ما تخيلش البطوله بلاش النادي الافريقي لهنا في كندا كما قلت لك يعني فما شكون لهين يعني يعملوا في اللطخه تاع الكلوب افريكان لهنا من لاميريك دي نور وانا معناها كما قلت لك يعني ساهمت انا صحيح اني يعني محب للترجي الرياضي التونسي لكن كما قلت لك عندي صحابي عندي فاميلتي في مشجعين للنادي الافريقي وانا كما قلت لك يعني ما نحبش نشوفهم يعني في الحاله هذه وساهمت في اللطخه عطيت لشكون هنا في كندا فهمتوا ليه صبوهم يعني في حساب النادي الافريقي والنادي الافريقي للاسف حتى يمر يعني بازمه رياضيه خاطر عنده مشاكل اداريه. انا عندي صحابي وعائلتي يحبوا النادي الافريقي وانا كمكشخ بصراحه ما نتخيلش يعني يتعدى عام من غير ما يتلعب الدربي بين الترجي والافريقي هذاك علاش انا ساهمت وغضتني نشوف يعني افراد من عائلتي واصحابي يعني نوعا ما عندهم نوع من الحزن وكاو فهمتني ميرسي بوكو. حسام الحاج علي في كلمه مش باش نحلوا برشا ديبا نعتبروا الميساج هذايا معناتها ان بون اكزومبل الميساج نتاع انه الفاميليات الكل فيهم المكشخ الكلبيس اللي يحب ليتوال اللي يحب السيسيس اللي يحب الناس الكل وكل يقعد معناتها انه يقع كل بلاده وكل تنبير بينات بعضهم فقط وما يفرق الا ال 90 دقيقه والمثال اللي شفناه من خلال الاكزومبل هذايا اللي عطاها احمد. هو بارك الله فيه هو عمل هذايا ساهم في اللطخه باش ينحي التوتر من الدار مش حب في النادي الافريقي مش حب في النادي الافريقي ونقولوا حاجه اخرى تهنى راهو باللطخه ولا ما غير اللطخه ديربي الافريقي والترجي باش يقعد ديما موجود اي باهي ما تخافش عليها النادي الافريقي عندها ناسها وعندها رجالها باش تقعد ديما موجود. هو انا اتساءل هل اسمه باش يتحط في ماريو النادي الافريقي ما هو نتاع سبونسور هم اللي عملوا لا كان عنده ولده ولا حاجه يحب الافريقي يحطوا له ولده جادوغ نادر جادوغ وكاها لازمنا نشكروك بارك الله فيه قلت بارك الله فيه لا لازمنا نشكروك بالحق يا احمد بارك الله فيك ويعطيك الصحة وان شاء الله برشا معناها كيفك انت يساهموا علاش لا مساهمة حتى رمزية والكورة راهو في التاريخ قبل الكورة في تونس سبونسور كلوب بدات كي شنو اي في العالم الكل بوكا وريفر يكرهوا بعضهم وقت اللي مات مارادونا شفنا وقتها اي شفنا شنو اللي صار وقت اللي مات مارادونا وقت اللي عزيوا في بعضهم وكذا حتى كي تدخل القهوة تلقى مثلا الكلوبيس ومكاش يقول له هيا مبروك الانتخابات وهيا ان شاء الله تسلكوها والاخر يقول له درا شنو دونك محليها كل اللي ما هذيك مشكورة من غير هذيك ماهيش بعيدا عن لغتك الروح الرياضية والتاريخية باش نحكي تسويت على الانتخابات النادي الرياضي الصفاقسي الرقم هو اثنين باش نكتشفوا تو سويت. شيفر دو جور. كابتن خالد حسني الرقم تاعنا هو اثنين وهو عدد القائمات المرشحه لانتخابات النادي الرياضي الصفاقسي للانتخابات هذيا مبرمجه نهار 26 فيفري 2021 يعني بعد غدا نحكيو على قائمه الرئيس الحالي سيد منصف خميخم وقائمه جوهر الحلواني. القائمه هذيا اللي وراها برشا جدل باعتبار انه القائمه هذيا قائمه نتاع الجمهور واحد سوبورتير بسيط له مسير سابق وله رجل اعمال وله بوليتيسيان جمهور معاه مجموعه من الجماهير تقدموا باش يقوموا باش يشاركوا وباش ينافسوا سيد منصف خميخم في الانتخابات. طبعا شويه نسمعوا تصريح سيد شفيق قدوره. انتخابات بعد انتخابات النادي الافريقي انتخابات جديده للنادي الرياضي الصفاقسي وقع تثبيت الموعد بعد غدوه ان شاء الله انطلاقا من 10 نتاع صباح نهار جمعه 26 فيفري. هو اولا القانون يسمح له القانون يسمح لهم معناها باش يقدموا قائمه هذه قانون الكره. ثانيا قلت لي انت معناها هو محب شويه جو الانتخابات قهو شويه فحات معناها شويه جو معناها باش معناها مش قائمه واحده هكا زوز
فهمتي ولا خاطر انا خاطر الحق بكل احترامي لهذه القائمه انا ما نعرف حتى واحده من انت تو قلتي اللي هي معناها كلها معناها من الجمهور وعندهم الحق باش يتقدموا وهكا هو معناها مع القائمه تاع الرئيس الحالي هو اللي هو سيد منصف خميخم. باهي باش نسمعوا تصريح باش ناخذوا التعليق. تصريح سيد شفيق قدوره رئيس لجنه الانتخابات للنادي الرياضي الصفاقسي، ثم اشكال هو صار في خصوص الانتخابات نتاع السي سي، ثم صارت امكانيه انه باش يصير تاجيلها وصار بريسيون مع الولايه فوالا في الاخر الولايه المعتمديه مازلنا غاديك في الاخر بكل الانتخابات باش تصير وستقام في وقتها. نسمع تصريح السيد شفيق قدوره في حواره مع بشرى سعيد. بعد تاكيد راهي قاعده الجلسه الانتخابيه نهار الجمعه ان شاء الله 29 فيفري بدايه من الساعه 10 صباحا. بون اليوم وقع الاجتماع بين ممثلي القائمتين بولايه صفاقس، وتم معناها بشرف السيد ولي صفاقس، وتعهدنا باش نوفروا الشروط الصحيه الضامنه لسلامه الحاضرين. وقع الترخيص لنا في عقد هذه الجلستين العامتين، تناقض الجلسه العامه جلستين في جلسه تقييميه، جلسه معناها جلسه تقييميه لموسمين رياضيين وجلسه عامه انتخابيه. سمعنا شويه هكا مشاكل بين زوز قوائم، يعني هما اشاعات الى حد هو تأكيد. كل حاجه تنظم فيها عوائق، من الحمد لله احنا تجاوزناها الكل وتو ماشيين في الطريق معناها القويم نحو الانتخابات. من ناحيتنا احنا كلجنه مستقله انتخابات نقوم بواجبنا دعونا توا باش ندعو بصفه رسميه لانعقاد هذه الجلسه، وباش ندعو الناخبين للحضور والتصويت، وان شاء الله معناها تكون مصلحه نادي الشيخ في فوق كل الاعتبار ان شاء الله. هذا السيد شفيق قدوره رئيس لجنه الانتخابات التابعه للنادي الرياضي الصفاقسي. نادر داود، نجم نعتبروا انتخابات فعليه ستقام نهار الجمعه والا انتخابات صوريه، وهل نجم نقولوا انه الانتخابات هذه هي صوره للصراع اللي صاير ما بين جماهير النادي الرياضي الصفاقسي وعدم رضاهم على بعض من القرارات وتوجه العام لسياسه سيد منصف خميخم، هذا تتجلى من خلال الانتخابات اللي بتصير نهار الجمعه، هل نجم نعتبره هو هذا هو اللي قاعد صاير؟ صحيح، والصندوق والفيصل ما علاش ولينا ديمقراطيه وانتخابات ولو انه هذه يلزمنا بعد ماذا نعملوا حصه نعملوا مقارنه بين ايام ما كانت بالتسكيات والاختيارات وتو كي ولات بالانتخابات. معناتها قبل خير ولا تو خير؟ ماله دوسي عملها لنا تاكوتاك هذيا، خاطر راهو حتى تو الانتخابات راهي زاده فيها شكل من الاشكال نتاع تلاعب وكل شيء يبدا حاضر وهذاكم ذيك هذا فهمت؟ احنا ديما نخدموا مخاخنا، كل ما هو فيه ديمقراطيه ونعطيو حق الناس ديما نخدموه، نخدموا فيه مخاخنا. اول شيء اذا كان القائمه هذه تو حسب نحكيو السيد المشرف على الانتخابات، اذا كان هذوما ثم ملف وشروط تقديم شروط الانتخابيه باش يكونوا هما اوراقهم الكل وثائقهم قانونيه ومقبوله انهم يتقدموا قائمه، لما لا ياخذ؟ هذا هو الديمقراطية، هذا هو الصندوق. اي هو ما حتى واحد ما قال لا، حتى واحد ما قال لا. رئاسة الدولة وطلعوا عباد يضحكوا. خلي أنت رئاسة نادي، رئاسة الدولة يضحكوا العباد، جابوا 0.00 قداش. الصورة الكاريكاتورية نادر داود، الجمهور ضد رئيس النادي نتاعو في انتخابات، معناتها الصورة مش مزيانة مش خايبة. يا أخي الجمهور تحب الكل مع رئيس النادي؟ ولا الكل ضده؟ هذه خيارات، هذه القائمة قدموا أنفسهم أحباء يشوفوا في أنفسهم أنهم قادرين على قيادة النادي الصفاقسي وقدامها قائمة. ولو أنه في الكواليس مش ثم أمور أخرى في الكواليس. لحظة بركة توا 7:35 دقيقة على إي إف إم. هو وقت صلاة العشاء في مدينة تونس. تقبل الله صلاة الجميع. في خصوص الكواليس، هو ما يقال انه القائمة هذية هي ترشحت معناتها بشكل سوري وبرا، ولو فازت معناتها في الانتخابات فستقدم استقالتها وباش تعطي لجنة الدعم انها تسير وهيئة تسييرية وكذا، معناها معناتها مش شكل القائمة اللي باش تترشح وستأخذ بمقاليد النادي، معناها هذا هو. ثم زاد حتى بعض الأخبار في صفاقس وبعض المصادر اللي تقول انه القائمة هذية معناتها وراها شكون، معناتها الممولة وكذا. إذا كان وراها شكون ممولة علاش تنسحب بعد؟ ياخذ فلوس هكاكا؟ إي ممولة الإطاحة بالمنصف خميخ. إي فوالا دونك إذا كان ممولة يعني ثم ناس شرات انخرطت باش يصوتوا للقائمة هذه. وشكون قال لك أنت ما تسيس مفاجأة؟ تو هيك إيش قاعد تصير في تونس في انتخابات نتاع الديمقراطية؟ راهو اللي يجيب برشا ناس معاه ويعطي فلوس البرة في النوار باش يشري الاصوات
يا ولادي يا اخي عايشين في تونس ولا في الشاشات؟ دي في مجلس النواب وتشلات الاصوات. سميها ديمقراطية معلم؟ يا كابتن في مجلس النواب والاصوات تشلات نتاع النواب، خلي في منخرطين في نادي مش ينتخبوا رئيس نادي؟ تشبيك عايش خويا؟ فهمت؟ دونك نستناو ثم صندوق نهار الجمعة واللي مش يفوز احنا تو من بعد. فوالا حسام الحاج علي، هو قداش من مره هو تو اللي صار تو في نادي رياضي الصفاقسي، علاش فما انتخابات؟ لانه سيد منصف خماخم وقع مطالبته بالاستقاله والمغادره في عديد من المرات، وقدم برشا مرات الاستقاله نتاعو وتقدم مره اخرى بقائمه جديده. نفس الشيء اللي صار على رضا شرف الدين في النجم الرياضي الساحلي، نفس الشيء اللي صار في النادي الافريقي، نفس الشيء اللي صار في نادي رياضي البنزرتي وغيره. معناتها نفس الموضوع يتعاود، فقط النادي يتبدل والالوان تتبدل. هنايا معناتها الحقيقه شنو اللي مش ماشي بالضبط في خصوص السياسه العامه لسيد منصف خماخم؟ هناك لو يفوز منصف خماخم سي بون، معناتها ثم اربع سنوات جايه ولازم العباد تخدم على رواحها هكا ولا نورمالمون؟ هو شنو الجماهير الطالب هي؟ اخي الجماهير شنو عندها؟ عندها هدف واحد الجماهير، الالقاب. ما ثماش القاب تقول لك هيئه فاشله، مو هكا ولا؟ اي هذا التخمام نتاع المحب البسيط، لكن ثم استراتيجيه وثم مال وثم كذا. بالنسبه لي هو ويجي نقول لك، وفي جزء من اللي يقولوا فيه فيه صحيح. انت نادي على الاقل نتكلم، احنا عندنا نادي اللي متعوده تلعب على الالقاب، يقول لك انا نادي ما يفوزش بالالقاب هكا ولا؟ ويقول لك نادي ثم برشا ديون، ويقول لك نادي مثلا يفرط في لاعبيه، ويقول لك نادي كذا. بالنسبه لي انا اش قاعده تعمل الهيئه ذي؟ مو هكا ولا؟ هو كان جات الكوره اللي بالحق نجيبوا ناس من الجمهور تشد مش عادي، مش معقول. يلزم انا صراحه ما نعرفش القائمه ذي، ما نعرفش حتى واحد ما يعرف. انا كنت نتمنى، خاطر اللي نعرفه اموا واللي تونس كامله تعرفه وكلنا نعرفه، اللي ثم ما شاء الله كفاءات ورجال اعمال وناس عندها كفاءه واموال في صفاقس برشا. كنت نتمنى زوز ثلاثه قوائم رزان وخلي المنافسه. لكن اليوم انت تو اذا تطلع قائمه نتاع خماخم ولا نتاع الحلواني ولا نتاع اي واحد، انا نتمنى اللي النوادي والجماهير كي تحب الالقاب انت وتحب النتائج تلموا الكل وراء هذه الهيئه وساهم واعملوا وخليوها وفروها. اما احنا المشكل في تونس كل قائمه تطلع خليوها وحده وبرا تصرف، ويبدا الضرب مش يدخل. حتى ثم ناس اللي عندها الامكانيات وما تتقدمش، اما اش تقعد تعمل؟ تضرب في القائمه هذيك باللي باجري في الفيسبوك وبالناس اللي علاش ما نوليوش الجماهير الكل يا اخي براس امك يا اخي في العالم الكل وفي الفرق الكبيره وفي الدنيا الكل تسمع انت في قائمات وفي ناس تنتقد في اولا وبيكم وعليكم، وقتاش ينتقدوا؟ ما ثماش نتائج يا خويا. فوالا هنا اخر كلمه نحب نرد بها مع الكابتن خالد حسني ونختموا مع الموضوع هنايا. يا اخي مش ما ثم قوانين داخليه في النادي وكذا وانتخابات، ما هو اربع سنين ولا خمس سنين باش يشد العهده هذيك، يقع تقييم على الخمس سنوات. شنو اللي صار مقارنه بالوعود اللي صاروا؟ والصندوق هو الفيصل، علاش نبداو في وسط الباركور الباجيت الفيسبوك التنبير الكذا؟ الرئيس معناتها كل الرئيس ثم عنده طاقة تحمل، ثم الآخر ما عندوش طاقة تحمل يقدم استقالته وندخلوا في دوامة. اللي قاعد صاير الانتخابات هذوما الكل سابقة الأوانة، مش انتخابات عادية نتاع السي اس اس، والخاسر هو النادي. وفي الآخر بالكل ما نعرفوش بون نهار الجمعة، معناتها انتخابات نستناو لي ريزولتا، لكن العادي والمنطقي أنه منصف ما خمسة يواصل. دونك هل اللي صار هذا الكل علاش كابتن خالد حسني؟ والله شو سأكرر نفسي ولا أريد أن أكرر نفسي، من يقيم من؟ شو مش تقيم أنت؟ دافع فلوس انت مش تقيم راجل شو دافع؟ شكون يقيم ناس اللي ما عندها حتى فرنك تقيم في الناس اللي حتى المليارات؟ انا جو كومبران با، تقيم شنو؟ الفلوس والرياضه والمستوى الفني شكونهم؟ انا شكون مش يقيم شكون؟ شكون اللي يقيم في هذا؟ اي ما دور الجمهور فوالا هذا شو اش خويا يعني شو الجمهور يا اخي؟ معناها يجي غدوه في برشلونه ريال مدريد يجي يقيم عندك انت اسومبلي فوالا سوني با لا ميم شوز غادي اوتر شوز. احنا هنا العبثيه، كل شيء عبثية. أنا مرة أخرى قلت لي شنو الكرة التونسية؟ قلت حاجتين، هو الإطار القانوني يتغير. ما معنى الإطار القانوني؟ الإطار تاع النوادي وتاع الانتخابات والبنية التحتية كان ذوما تو تعملهم توتوني كرة بخلاف ذوما راهي غابة، راهي غابة فماش قانون يا معلم. هذه بلاد لا قانون ونقول من هنا في كل شيء، في الكرة في شوف عايشين احنا مواطنين، فما قانون دولة اللا قانون واللا عقاب.
وي واضح جدا. دونك الخبر هو انه بعد غدوه 26 فيفري انتخابات النادي الرياضي الصفاقسي. نتابعوا اكيد الموضوع. انطلاقا من 10 نتاع الصباح في قصر المعارض في صفاقس. المنخرطين تقريبا ثم 1700 منخرط باش يشاركوا في العمليه الانتخابيه, وباش يكون معناتها باش تصير الانتخابات مهما كان معناتها ثماش حكايه النصاب القانوني والى لا. باش نخرجوا فاصل صغير وباش نرجعوا بعد شويه في سبور بلوس نحكيوا على مباراه الترجي الرياضي التونسي البارح ونادي مدية العاصمة الجزائرية. نرجع على المباراة, تحليل فني والتصريحات هذه الكل بعد الفاصل. على اي اف ام احلى راديو. رجعنا لكم جديد في سبور بيوس. 7:43 دقيقة. البارح الترجي الرياضي التونسي تعادل هدف مقابل هدف. باش نحكيو تو سويت على المباراة وباش نرجعوا بكامل التفاصيل. دونك البارح كما قلنا الترجي تعادل هدف لمثله في الجوله الثانيه من مجموعات الشامبيونز ليغ. يرجع لتونس بنقطه تخليه يحافظ على صدارته في المجموعه نتاعو. سؤالنا في التاكوتاك قبل نعطيه سؤال كابتن خالد حسني سيكون الحكمه, ونادر داود وحسام الحاج علي باش يلعبوا في التاكوتاك. سؤالنا دونك بالنظر لتعادل الزمالك وتونغيت, هل تعتبروا نقطه تعادل الترجي البارح متزاير هي نتيجه ايجابيه من خارج القواعد وامام منافس محترم, أم الترجي أضاع فرصة ذهبية للفوز وباش يحط ساق في ربع نهائي منذ معناتها باش يحط ساق في ربع نهائي مبكرا؟ نادر داود وحسام الحاج علي, نبدا معاك حسام, جاوبنا على السؤال هذايا. 3-2-1 توب كرونو. كما قلنا أيمن في البداية مجموعة صعبة, راهو مش سهل باش تربح الماتشوات. سي فري الترجي كانت ممكن تربح, كانت عندها الإمكانية تربح, وكان ربحت تعمل خطوه كبيره, لكن ما ننساوش راهي ما تلعبش وحدها, راهو عندك منافسين. الزمالك تعادلت في التيران نتاعها, الزمالك بالامكانيات كل مع المولديه, شفنا الزمالك تعادلت في السنغال, شفنا تنقيث شويه بركه جاب التعادل مع الاسبيرونس في تونس. نقطه خارج ميدانك مع انك خاصه جبت 3 نقاط في المباراه الاولى, 4 نقاط نتيجه طيبه, لكن كان بالامكان ان الترجي يجيب 3 نقاط على الماتش الكله. يظهر لي الاسبيرونس كانت برشا وقت من الاوقات خير من المولديه, لكن ديما رانا ما ننساوش في تونس رانا ما نلعبوش وحدنا, نتيجه ماناش وحدنا في ايجابيه, يلزمنا ديما نربحوا ديما نربحوا ودينا نربحوا, اذا ما نربحوش راهو مشكله كبيره. نتيجه ايجابيه هذا شنو يقول طيبة. حسام الحاج علي طيبة. نتيجه اي تقرب للايجابيه من خارج القواعد وامام منافس محترم. توافق الراي نادر داود ولا تعتبر الترجي ضيع فرصه البارح للعوده لتونس ب3 نقاط ويحط ساق على بكري في ربع النهائي؟ 3-2-1 توب كرون. هو إجابة على سؤالك, نظر لتعادل الفريقين الأخرين تولي نتيجة تعادل نقطة من خارج تونس مع المولدية إيجابية, يتصدر المجموعة. دونك صحيح أنه كان انتصار كان الفارق يكون كبير أكثر ويخلي نفسه في راحة أكثر, لأنه بعدين عندك الزمالك ذهابا وإيابا, مش تكون يعني مواجهتين جوج مواجهات صعبة. لكن لما شفنا المولدية البارح ماهيش المولدية اللي شاهدناها مع نادي الصفاقسي, ماهوش الفريق اللي الكبير اللي كان قادر أن يفوز على الترجي. دونك تمنيت أنه الترجي لو فاز. اوكي هناك نقاط عديده للتحليل في المباراه, لكن نعتبرها نتيجه ايجابيه. هذا شنو يقول حسابي؟ نتيجه ايجابيه. كابتن خالد حسني وانت صوت الحكم, باش نعطيك المساحه بعد شوي نسمعوا المدرب معين الشعباني. نزيد نقطه اخرى زاد, احنا قلنا بالنظر لنقطه التعادل نتاع تونغيت والزمالك, وكذلك بالنظر لكميه الفرص الضائعه اللي عملها ترجي الرياضي التونسي, الفرص السهله وعكس الهجومات والمساحات اللي جاته, هل تعتبر نتيجه ايجابيه ايجابيه والا كان ينجم اخير الترجي البارح كابتن؟ شو الانسان يحكم على النتيجه النهائيه. نهائيه تقول تعادل, النقطه ايجابيه. اذا نظرنا ناخذ بعين الاعتبار كما قال نادر وحسام اعتبار النتيجه نتاع الزمالك وتنقط خاطر ما تلعبش وحدها, هذا ميني شامبيونان, وعايشكم في ظلكم عايش نتيحوا في الفخ اللي معناه كل شيء سهل ونبداو من زوز ماتشوات 3 ماتشوات واحنا شيخين ورايت انا كي نشوف لي ريزولتا الكل ميتريكي انا 0-0 0-0 0-1 انا 0. يا ودي فما نيفيلمون كي تشوف انت معناها سيمبا ناريتها ضد الاهلي. انا فريمون جيتي كان فيتا كلوب توا في صف تاريخ مطروح. سيمبا ربحت فيتا كلوب في واحد اي لا لا البارح بتعرف على نحكي لك فيتا اي معناها سيمبا اللي عملت البلان. دونك عايشكم سي بيان توا 4 بوان
يفو جيري ماتش بار ماتش يا ولادي، ما تخموش في الماتش ويت مازالت ما تلعبتش. تو الترجي عندها ماتش مع الزمالك يا سيدو سويت ستيب باي ستيب، خاطر فما شامبيونا وفما دي بوان وفما زوز بلايص كاليفيكاتيف. دونك معناها هذا هو معناها خلينا ماشيين في باش تلعب في اخر جوله. تو اوجوردي ليسبيرونس هي الاولانيه افيك افيك 4 بوان، الثاني عنده 2 بوان. ديجا 2 بوان هذوما عندهم قيمه كبيره ياسر، ما نلزمهاش معناها نقصوا من استحقاق النقاط. شنو قال مدرب الترجي الرياضي التونسي معين الشعباني البارح في الندوه الصحفيه؟ شنو علق على تعادل الفريق وعلى مردود الترجي الرياضي التونسي؟ نسمعوا اهم ما قالوا معين الشعباني. عملنا اونتام دو ماتش باهي، كانوا عندنا دوز اوكازيونات باش نسجلوا. الحقيقه اليوم لقينا ادفرسير قلقنا برشا في الجو ديريكت والنيغوسياسيون نتاع لي دويل والدوزيام بال سورتو في لي بالاريتي. لقينا هدف اللي نوعا ما معناها كان ثقيل على في مخخ اللاعبين، لكن صححنا في الدوزيامي تون. الجمعيات الكل حاضرين، الناس الكل قاعدين يعملوا لو ماكسيموم باش يخرجوا بنتائج باهيه. اليوم من بعد جولتين نلقاو روحنا معناها مؤقتا في الصداره بارتو في لي بول الكل، ما فما حتى مباراه سهله، ما فما حتى ايكيب سهله، ما فما حتى ايكيب برونابل. المستويات بريسك الكل متقاربه بور لو مومون، على الاقل راضين على الريزلتا اللي تحقق. مازالوا اربع ماتشات كاملين ان شاء الله نحضروهم كامل. كنا نعرفوا اللي سي سور معناها الفريق المولديه كان مستحق ثلاثه نقاط من بعد هدف التعادل، اكيد باش يطلع يخلي دي سباس. هذاك علاش لي شونجمون نتاعنا كانوا اورينتي فير دي زاتاكون رابيد واللي عطيناهم الوقت، مالغري اللي باغ اكزومبل حمد الهوني مازال بعيد على النيفو معناها فيزيك نتاعو. لكن اليوم بينا نلقاو البروفوندور معناها في ظهر الارير دروا كيف كيف مع ياسين الخنيس مع الفيتاس نتاعو. مالوريزمون نقص شويه لوسيديتي، خلقنا لي زوكازيون لكن ما ترجمش. ان شاء الله المباريات الجايه تبع. هذا ظن معين الشعباني مدرب الترجي الرياضي التونسي. نادر داود، النقطة اللي قلتها أنت أنه المولدية ما كانش الفريق والوجه اللي قدمه البارح ماهوش نفس الوجه اللي قدمه ضد نادي الرياضي الصفاقسي والفريق اللي الناس الكل كانت متخوفة منه فيو لكاليتي نتاعو. كذلك ثم نقطة مهمة اللي هي إضاعة الفرص. الترجي الرياضي التونسي البارح ضيع فرص الحقيقة سهلة، نحكيو على الفرص اللي جات من الأول وليام توغي خاصة في الدقيقة الثالثة تقريبا في وسط ياسين الخنيسي. ثم فرص أغوغو ثلاثة ولا أربع وضعيات تعكس هجومات نتاع ثلاثة ضد اثنين ثلاثة ضد واحد، لم يحسن الترجي الرياضي التونسي التعامل معها. الشيء اللي خلي المحب العادي للترجي الرياضي التونسي يقول لك الترجي البارح كان ينجم يرجع بثلاثة نقاط ويتهنى على الأقل حتى سولو بلون مونتال البارح. هو انا حبيت نمشي لبعض الاستنتاجات اللي يمكن نستبقوا بها شويه الامور باش ما نقعدش نقيو في حلقه مفرغه. البارح 4 3 3 نتاع العاده ما ثماش تغييرات كبيره على مستوى الدفاع ووسط الميدان باستثناء غياب الشعلالي اللي هو مش اختياري اجباري غير موجود، نزلت برد. دونك افضل ثلاثي وسط الميدان وفيه توازن وفيه اختلاف في الخصال بين كوليبالي وبرمضان وبن غيث ورباعي الدفاع ما فيهش كلام. البارح شاهدنا ثلاثي هجومي جديد على مستوى الشامبيونز ليغ. اليوم توقيع عبد الباسط البدري بعد ما كنا نلعبوا بالهوني مرزوقي خنيسي وهذا يوديك ثراء الرصيد البشري. نجموا نعملوا كومباريزون بين الثلاثه هذوما والثلاثه الاولانيين اللي بهم الترجي؟ نجموا هل القائمه نجموا نعملوا المقارنه ما بينات الثلاثي اللي لعب البارح والثلاثي اللي بدا الموسم قبل ما يصير الانتداب؟ نجم تقارن الملاعبيه في رجليهم مقابله واحده فوالا او شوط والمنافس واختلاف المنافس كما قال لك حسام. توا توقيع وعبد الباسط مازالوا تقريبا ثاني مباراة ومازالوا ما عندهم حتى البدري ناقص سور لو بلون فيزيك بدا معاه الثلاثة مع بعضهم. باه سامحني ناقص سور لو بلون فيزيك، هو البدري ولا هو الأساسي ومزيان ومرزوقي والناس الكل اللي جاهزين على البنك ما عادش، هذه خيارات فنية. مزيان البارح هناك قناعة في الأورليست هناك قناعة أنه البدري بالجاهزية والتأخير في التحضيرات اللي قلت عليه أنت فهمت، هو عنده ثقل وعنده وجود وعنده شخصية أفضل من اللاعبين أخرين جاهزين. هنا خاطر تدخل قلت لك كانت تشامبيونز ليج حاجة أخرى، حتى الكابتن مال الأخر الأسبوع الفات اللي قبلها قال راهو الملاعبين باش نقيبوهم في تشامبيونز ليج والهدف تاع الترجي في تشامبيونز ليج. قاعدين نشوفوا في البطولة حتى لما يغير الترجي فريق كامل قادر أنه يعمل ديبلاسمون أنه ينتصر. ملاحظة فقط كما قلناها ذاك عم ناول البليلي، حكينا على البليلي يلعب على اليسار الهوني صارت مشكله البليلي ولا خلف المهاجم توقي والله اعلم حسب اللي شفت توقي نظلموه رغم انه قام بدور تكتيكي ممتاز لكن ماهوش بالاصل لاعب رواق، يعني نخليه يرجع حتى مع النقاز يقوم بالدور الدفاعي من بعد في الهجوم ما تجمش تلقاه جاهز باش يعطيك اضافه. الخصال نتاعو كانه نتاع مهاجم صريح
دونك الملاعب الترجي الرياضي التونسي تذهب ويليام توغي ليكون راس حربه ام لاعب رواق في فريق يلعب راس حربه تحب احنا كي نجيبو علاش ما لعبش راس حربه ولا مازال الوقت معناتها نشوفوا حسب المباريات وحسب خاطر ما نساش انه توغي هو موجود في نطاق الاعاره يعني اذا باش نجم تقيمه لازم تلعبه في البوست نتاعو ثم من بعد كي يوفى الاعاره تنجم تقيم تقول نجح ولا ما نجحش ما نجمش يكون ينجم ينجم مدرب عنده زوز مهاجمين باهيين يقول لك خلينا نستغل واحد على الطرف على جنب على اليمين وعلى اذا كان ينجح انا استغليته من الزوز خاطر الاثنين هما باهيين عندهم امكانيات لكن هنا الخصال فهمت هنا بالوقت بها بارتور معمول بها طبعا لا لا على اليمين لا انا مش انا مش قاعد لكن صحيت لكن توغي الامكانيات موجوده بصراحه دونك مازال وقت نحكم عليه لكن نتصور لو يلعب مهاجم صريح الاداء نتاعو يكون افضل حسام الحاج علي كذلك اكيد انت عندك بعض النقاط والاستنتاجات في علاقه بمباراه البارح وتوارش المباراة. شوف انا قلت لك في البدايه وقت اللي حكينا باش نعطيك بشكل عام مش باش نوجهك الاثنية معينه ولا وانه عندي انا ما نوجه وقت اللي حكينا من الاول في التاكوتات ما جاوبتنيش قلت لك الترجي الرياضي في بعض اوقات من المباراه كان نجم يقدم الماتش نظرا للفرص اللي جات لكن راهو لازمنا نعرفوا في الكوره مش معناها كي تجيك لو ثلاثه اربع فرص راك باش تمركيهم الكل باش تربح الماتش كان تشوف انت الزمالك مع المولديه وتشوف الزمالك مع تانغيث السنغالي كان بالفرص تربح سته في مع المولديه وتربح خمسه مع السنغال كل ربع ساعه وهما في السيمات في ديبلاسمون صعب كيما هكا الترجي الرياضي تونس في جيجيوه معناتها تنقلات صعيبه كيما مباراه المولديه اذا كان في كل ديبلاسمون باش يضيع الكميات هذوما مش باش يجيوك ديما الفرص هذوما مش ديما باش تضيع الكل ومش ديما باش تمركي الكل خاطر راهو ماتشوات راهو ثقال وكي يقولوا احنا فرص سهله ما مش فرص سهله فرص كانت ممكن تتمركه تاع الخنيسي في السيمتر وخرج له الجول وسكر له ثم نص متر ومعاه نتاع توغي حاولها شو ما خلطش الكوره حاول رماها روح ما خلطش ما مش فرص كما نقولوا احنا كلي سهله لكن اليوم الترجي الرياضي وقت اللي نحكيه واحنا على الثلاثه القداميين راهو صعيب باش تحكم تو ماله عبد الباسط ولا عنده قداش ما لعبش توغي كيف. البدري كيف دونك باش يجي الريتم مع الماتشوات وراو الموسم طويل ثاني شيء الترجي الرياضي خير من ماتش تونغيث خير برشا من الماتش الاولاني لكن ثم بعض النقائص ثم برشا حاجات وانا قلت مش اليوم مش على ماتش اليوم ماتش البارح قلت لك الترجي الرياضي راهو هذا الموسم على الاقل تلعب من غير اظهره لا من الجانب الدفاعي لا من الاضافه الهجوميه الاظهره اثنين كوفرتور قداش من مره غالطه وترجي تقبل في اهداف ولا فرص والاضافه الهجوميه اللي اليوم في الكره العصريه حسام ما نحبكش تعوم البارح ترجي قبل هدف هل تعتبر انه ثم خطا من الكوفرتور من الياس ثم غلطه الغطاء الكبير من الحارس 90% خطا فردي من الحارس صراحه الغطاء الكبير من الحارس لكن ثم غلطه كذلك لولاني الكوفرتور نتاع الياس الشتي من الياس الشتي ومش اليوم بركه ما نحكمش على ماتش بركه اليوم كابتن كنت فرجوا في الكره العالميه الكل اليوم المدربين الكل الظهير احسبت الفرق الكل شنو هو الاضافه الهجوميه اللي يعطيها اليوم خاطر ليزيليا ولو محصورين الاظافه اليوم قل لي انت ظهير اليمين وظهير اليسار قداش من هدف عطاو منذ بدايه الموسم تلقاها صفر يظل اليوم انا وقت اللي نجيب ظهير اجنبي ونجيب نجازي اللي انا شاريه معناتها جايبه من مش ولد الدرجه معناتها ترونسفير ليبر ترونسفيري ما غير فلوس مي ترونسفيري وسالير بي سيكو باش يعطيني الاضافه وقت اللي ما لقاش الاضافه انا لا من ناحيه دفاعيه لا اضافه هجوميه لازمني نتسائل به كابتن خالد حسني ثم نقطه اثرها حسام عبد الباسط المهاجم الجديد هل ممكن الحكم عليه توا بالايجابي والا بالسلبي والا مازال بكري الحقيقه كابتن خالد حسني وبالطبيعه عندك ليسباس ليبر باش تعلق على المباراه يعني مش على ليسباس ليبر ولكن احنا الترجي جابتهم للشامبيونز ليج لازم يعطيوا الاضافه لا فالور اجوتي في الشامبيونز ليج خلاص استناه انا سي با بون افير انا مازال مش مازال حاجه اخرى خويا كي يجيك انت سونتراج يا علاش تعمل تضربها انت هيك علمونا في المينيم تجيك هكا تضربها هكا هو لونج المحلول دونك معناها سوء استعمال الكره وسوء استعمال كان يوريه كيفاش ضربها معناها ضربها بكتفه سوء استعمال المحاولات اي مش كون اما عملها بالكدا مش تونجيت شو ضربها في المقابل انا اتكلم على البارح تونجيت البارح اتكلم على البارح تونجيت سالك شبكه فيها عملها هكا حد يتماركي مش هذا الموضوع الموضوع في حسين الماركي ما اصعب لا الموضوع جبدتوه شويه يا هل ترى توغي يلعب غادي لا انا عندي تفسير اخر كانوا يتغشوا مني يلزمهم يلعبوا شراهم الزوز
يزوم ما يلعبوا يقول لك الرسمي وجمعيات كبار هكا عملوه يقول لك اخويا احنا شارينهم شارينهم اخي البريم وبالفلوس فهمتي ولا يزوم يلعبوا دونك وين قلت السؤال الريجيستر نتاعهم حقاني حتى الولاي جابوه من سويسرا الريجيستر نتاعو اللي كان يلعب فيه حقاني اذا انت ما تلعبش للعب في الريجيستر نتاعو باش يصير خلل والخلل صار انا ما نحبش نتكلم انا عندي انتربريتاسيون اخرى وعندي قراءة أخرى للعب أنا هذم أربعة وثلاثة واثنين وحد شيء خويا نمشي معاكم أربعة ثلاثة ثلاثة هاي شنو الـ 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 النقطة الـ نقطة الضعف مثلا في أربعة ثلاثة ثلاثة ولو ما لعبش أربعة ثلاثة ثلاثة تنقل لك عليه نقطة الضعف يا معلم خاطر كي يشوفوا الهدف اللي صدر الجزائر اللي سسمع المولدية شكون عمل السنتراج عبد النور بالخير وين على اليمين وشكون ماركة بن ساح وين على اليسار وقص هكا ولا خويا كي انت تي نبو با ديفوندر لي كوتي يا معلم كي تحط لي توغي انت هو مش مكانه وتحط لي بدري اللي يلعب ربع ساعه وسمك عليه خاطر في اللعبه ذي وقت تخسر الكره خاطر كلكم تخموا اربعه ثلاثه ثلاثه لا يا معلم اي لا فاز ديفونسيف هي بال فايدك تخسر الكره وش تعمل سولي كوتي تو جاي انت عندك ديو الشتي وبدري تو جاي ونقيت يا معلم الخلل تاع الترجي غادي غادي الخلل تاع وسط الميدان في 4 3 3 يتكلموا عليها هي لا ميتريز دو ميلو تيران ما صارش ميتريز من وسط بكل. الميدان دونك ان فسروا لنا فسروا لنا اي وين العلاقه وين العلاقه بين لي دو دومي انا وين مريتوش برمضان وين العلاقه تاع برمضان ونتاع سسمو ونتاع بن غيث وكوليبالي وين هي ما 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 خدموش لي زافون كذا دونك من نجمش تحكم اختي فما معناها انا كنت نتمنى اختي تخلهوني وليت شويه شتي القا شويه دي بوان دروبي فو دي لا فيريتي يرجع يزمك ترجع باش ترجع يزمك لينيرجي طاقه كبيره بور لو ديو اللي على اليمين على اليسار كي نشوفوا بدري احنا خويا لعب ربع ساعه لعب نص ساعه لعب كذي وما كانش عنده التزام دفاعي في الدوري التونسي دونك البارح رينا في شامبيون اخر في ريتم اخر يزمك تعطي طاقه اخرى تو جاي كيف كيف لقى روحه بتيتر في مكان ما يمشيش معاه دونك هذه الكل يزم ارفوار بالنسبه لي انا ولكن في الاخر بالكل في الاخر بالكل الترجي فهمتي ولا تفهمنا على النقطه الايجابيه ولكن للمستقبل للمستقبل يزم يكون فما توازن خاصه كي نخسروا الكره خاصة يا ناس راهي الكورة يا كابتن في الريكوبيراسيون لا ما عادش عندنا وقت باش ندخلوا في ديبا اللي فهمته من الكابتن يحب يقول الجوار الحاضر بدنيا هو اللي يلزمه يلعب ليه ينجم يعمل فاز ديفونسيف معناها سمح لي بالأسوء كل دور كل دور في الملعب يتطلب طاقة بدنية قلت لك الجوار جاهز انت على ليزيلي انت سيتو يلزمكم ترجعوا لي بوكس يعني علاش قلت لك انا الجوار الجاهز هو يلعب مشكور جدا حسام الحاج علي كابتن خالد حسني ونادر ديو دونك ترجي رياضي تونسي تعادل هدف مقابل هدف المباراة القادمة ستكون ضد الزمالك المصري بعد 10 ايام من توا مباراة اخرى كادر اخر منافس اخر منافس اخر شو تكون في ملعب رادس اكيد دونك مباراة اخرى كيما قلنا دونك للترجي الرياضي التونسي مشكورين جدا الناس الكل كنت في المتابعة والاستماع ملتقانا إن شاء الله كالعادة غدوة في نفس التوقيت على خير